مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حالة إنسانية جديدة من مدينة الدار البيضاء، حالة الشابة فاطمة الزهراء. احنا اليوم مع الحالة ديال اختنا فاطمة الزهراء، كنتمناو من المتتبعين ديال قناة شوف تي في، وكنتمناو من المحسنين، وكنتمناو من الأطباء اللي كيديروا الخير والإحسان أنهم يتواصلوا مع هذه الحالة الإنسانية ديال هذه الشابة هذه، اللي من غير انها كتعاني من مرض السمنه. حنا كنعرفوا مرض السمنه والمضاعفات ديالو على الصحه، وهذا الشيء اللي غادي تشرحوا لنا فاطمه الزهراء، ولكن كتعاني ايضا من ضيق الحال، من قله الشيء، كتعاني ايضا من الخوف يوميا من فقدان الزوج ديالها وتشتيت الشمل ديالها. تنعرفوا ان ماشي غنقولوا الرجال ما مزيانينش، لا رجال ولاد الناس، ولكن اي راجل كيبغي يشوف مرته في واحد الصوره اللي هي مزيانه وكيبغيها، ولكن هذا لا يمنع على اننا نتحملوا. المراه كتحمل الراجل، الراجل توا خصو يستحمل المراه في المرض ديالها. فاطمه الزهراء فيها مرض السمنه، ماشي حيت كتاكل بزاف، راه مسكينه، راه ما عندها حتى ما تاكل، مال دوك الدميعات فاطمه الزهراء. لا حول ولا قوه الا بالله. كنتمنى من الله اختي يشوف فيا ربي ويدير لي تاود ديال الخير. مرض السمنه كرفصني بزاف، ربي اللي غيحس بيا، امي انت ربي سبحانه وتعالى غنحسوا بك، والمشاهدين تما غيحسوا بك فاطمه. بارك الله فيكم والله يحفظكم، بارك الله فيكم كاملين كاع اللي حس بيا، الله يجازيه. شي كفيني غير مجرد احساس انسان يحس بيا، بارك. تكرفصتني السمنه طول حياتي، تصوري نفسي انت محطمه، كرفصتني السمنه. كتعرفي انت انسان غليظ، تشوفوا ديال البشر كي كتكون. الناس ما كيرحموش، ما كيرحمش المجتمع، ما كيرحمش. لو كان انني لقيت تعالج ما كرهتش، واخا دير ريجيم ما غاديش نتعب. واحد كيقول لك ديري ريجيم، واحد يقول لك باش غليظه، واحد كل واحد كيقول لك كيجرحك كيجرحك. دوك اللي فيهم قوه الفاماتور كنسميهم حنايا بنادم الفهيميه، ومالك ديري الريجيم، مالك على هذه الحاله هذه. كيقول لك بحال هكا، يقول ديري الريجيم، انت راه كينار كيتباتي بلاشا، وزيدونا انت الريجيم ولا غالي. كيف ما قلتي لي انت اختي الريجيم ولا غالي، يقول لك ما تاكليش الخبز، كل الحوت الابيض، ديري حوت ابيض تسكنوا في الفران، ديري امكانيات الريجيم. ديري الفرانشا، ديري غير بحال داك الشيء انت موجود عندك. لا اختي كناكلوا مرقه بحالنا بحال الشعب والعدس وهذا ودويزه، مره تقال مره على حسب الموجود. حتى الحمرا ماشي في 16 درويش يشري كل خطره. يعني هاد السمنه اللي فيها انت يا فاطمه الزهراء ماشي من قوه الماكله. لا ماشي من قوة الماكلة، كناكل عادي بحال أي شخص، أي إنسان كناكل عادي، ولكن السمنة أختي مرض عطا لي الله، ما عندي ما ندير. مرحبا به. مرض عطا لي الله، مرحبا والحمد لله والشكر لله. الحمد لله. من صغرك يا فاطمة الزهراء قلتي داوك للطبيب قال لهم هذو عطاوها جوج رضاعة؟ مني كنت راضعة في الرضاعة كنبقى نبكي، ما كنسكت ليهم ليل نهار. ما كتشوفيكش رضاعة. الوالدة تسكت، الوالد تسكت، قهرتهم داوني للطبيب، قال لها الدكتور انا صغيرة، قال لها ديري لها جوج رضاضع عادي، الدرية ما تسكتش، إلا ما درتي لها جوج رضاضع راه ما تسكتش. وصافي من تما اختي بديت، وصلت عندي 8 سنين بديت كنفيض، بديت كنفيض، وليت الناس لا ماشي للمدرسة ديري زوج ديال مثلا ديك الحشمة داك الخجل ديال الصغر دايرة جوج، خاونا لخالتي واحد ولمي واحد وكارزون تندير هكا بحال نفسي تتعقدت تحطمت. مش ما تبينيش الصدر، مش ما تبينش، انا خايفة الصدر ديالي وخايفة من كلشي نظل زير. واختي هنا يلاه كون كانت بالماكلة غنحيدوها. حاولتي تمشي لشي طبيب ديال التغذية؟ حاولتي تشوفي راسك شنو الهرمونات؟ حاولتي تشوفي شنو السبب ديال هاد السمنة؟ واش وراثي عندكم؟ اختي ما نكذبش عليك، داتني امي في صغري للطبيب ياك، ودار لي الريجيم، وانا طفله صغيره ما قديتش على الريجيم ديال كنقرا في السادس يعني 11 عام تقريبا، دارت لي امي الريجيم كنطيح والدوايات وداك الشيء، ولكن ما قديتش نستمر. واخا كندير الريجيم عاد واحد الفتره وكنرجع كيف ما كنت، كنرجع كيف ما كنت، واخا كندير الريجيم غير واحد الفتره وكنرجع كيف ما كنت. ثاني كملتي قرايتك فاطمه الزهراء؟ الكاتري ماني. كنتي كتمشي بزز؟ كنمشي بزز، انا كل ما كانش فيا السمنه كنتحقر اجي نكمل، تعقدت زعرتي ولا تتعقد البشر الدراري في المدرسه كيعقدوك. كل شيء يقول لك قلت واش غنقول لك انت ما فاهماش، واحد عيط لك كاميو الكاشير غادي، وانت راه نفسيتك محطمه محتزه بديك الكلمه راه كتزيد تدمرك. كاين داك كفته، واحد يقول لك كاميو الكاشير، كل واحد اش يقول لك تغارك، الناس غارت على هادشي ما فاهمينوش، ماشي بحال دابا كنزيد كنضربها في ودني كما كنسوق ليها كنلوحها ورايا. هذاك الشيء غير من التربيه فاطمه الزهراء، شي ملي كنكونوا مربين ما كنتنمروش على الناس، ملي كنكونوا مربين ما تنضحكوش على الناس، ملي كنكونوا مربين اي حاجه تنشوفوها تنقولوا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. هذا الشيء ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، اذا ما يهمناش هضره الناس، اللي بغى يقول حتى العيد غدا يقولوا، حنا هذا الشيء اللي عطانا الله سبحانه وتعالى، خصنا نقلبوا على الحل.
وي الامراض اللي سبتها لك السمنه في التمساح اختي؟ الامراض اختي راه ما بقيت كنقد نتحرك، كنطلع في الدروج عبز الزينه، طلعت ما نقدش ندروج نطلع انها باطله طلعت. مرودي دابا كنت كوانسه نكون بالك ياك، منين نوقف نتكوانسه بقيت نحل ركابيه كيباتو صاطحوا فيا ركابيه كيباتو يديروا ايه. بعد خاطرات كنبقى نرد باش ما يسمعوش هما للدار، كنرد باش ما يسمع لي حتى واحد. وغير الصدر دابا اللي تقل لك على الظهر، الصدر حتى الكرش والكتاف من النور عندي انا السمنه الموضعيه الفوق. حتى الكرش تقل لك على فخادك، يعني الا بغيتي تدخلي غير التواليت البلديه ما تقدريش. لا ما لقيتش ندخل التواليت البلديه دابا ملي كاع مع السمنه ثاني بزاف. دوزت ديك النهار قال لي الطبيب اختي راه نصران غلاط لك بزاف، ولا كيدفع لك القلب، والقلب كيدفع لي الريه، ولا عندي شي خاطر. ملي كنحس ملي الطبيب ما شرحش لي ما بغاش يشرح لي مزيان، حتى الاكسجين تقطع لي على الراس ديالي حيت التنفس تدير بيا الدنيا هات. ملي تنفخ لي المصحان يضرني عا شويه مع هو اصلا مريض، ملي تنفخ لي تيدفع لي القلب تيدفع لي تدير بيا الدنيا بحال هكا كتمشي وتجي بيا الدنيا. الله يدير لك شي تاويل. امين اختي امين. الله يشافيك حبيبتي ويعطيك صحيحتك. والجميل في الامر ديال فاطمه الزهراء، انا فاطمه الزهراء تزوجات وام الله يخلي لك وليدات بارك الله، وعندها بنيته راه زوجاتها تبارك الله وصلى على النبي. حنا راه كنقولوا السمنه من الاسباب اللي تتخلي المراه كتصاب بالعقم، ولكن الحمد لله الحمد لله ما جاتكش الشحمه في الرحم ولدتي وليداتك والله يفرحك بهم. كي درتي تتزوجتي؟ تلاقيت مع ولد الناس بغاني وبغيتو، كنت بغاك بطيبيطه بغاني بطيبيطه ولكن عندي مراحل بعد الخطرات ملي كنت شابه وصغيره داكشي مع الجري وتير وكثر كنت مع الخطرات كنت نطيح شويه، بعد الخطرات ترجع وشافني في واحد الوضعيه اللي زوينه وتي تصدمي قلتي لي ها انا واش مفرجه في واحد فيلم مصري سميتو حبيبي نائما. عقلت على العنوان ولكن الفيلم ما عقلتش عليه. لا مفرجه فيه ولكن ما عقلتش الى ربما كانت واحد الشابه بحال الشكل ديالك كانت بحالك هكا، وهي كتبغي واحد الشاب هو زوين وغادي تمشي ليه عند واحد الفقيه باش غادي يعطيوه يشرب شي حاجه يولي يشوفها ضعيفه وغيتزوج بها. الناس كيقولوا لي اش واخده ملي كتمشي الارض كتحرك، ملي غادي يحيد لي السحور غادي يشوفها غيشوف هي انا ولكن ولا كيبغيها. يعني الحب ما كيعرفش، حنا ملي كنبغيو شي انسان ما تنبغيوش على الشكل ديالو فاطمه الزهراء، ما تنبغيوش على حيت شحال من واحد كان صحيح ودار اكسيدون ولا شاد الفراش، شحال من واحد كان زوين وتخسر ليه وجهه بشي حادثه. حنا تنبغيو الروح، وانت روحك طيبه وروحك زوينه وغزاله وقلب زوين، وهاد الغلاظات راه ما كيكونوش مسمومات ابدا. انا وحق الله لكن بعض الخطرات من كثرت انا قلبي بيض تنبقى نعاير في راسي كنقول مالي انا هكا بحال الهبيله واش انا بعقلي؟ لا ماشي بقيتش مع الدين في الله يتنفس كاينه. لا كتقولي مالي مع الدين؟ انا حمقه كثرت انني ما كنقدرش نحقد وما كنقدرش ندير في قلبي وما كنقول لك ما انا حمقه كما هادشي تساطيه بحق الله العظيم. لا لا كنهضر معاك من قلبي كنقول لك ما هادشي تساطيه كما انا مريضه كما انا هبيله وما عنديش العقل وانا ما كنتسوقش البشر ما كنديرش في قلبي ما كنديرش ما نعرفت واش عقده ولا هكا. لا العكس مزيان مزيان. شوفي هذه ميزه كيعطينا الله سبحانه وتعالى، انك ملي كتنعسي ما كتكوني حاقده على حتى واحد، ما تتبغي الاذى حتى شي واحد، وهذا الشيء اللي تيخلي بنادم اش كيقول لك اللي قباله مرتاح كيفيض. الله يشافيك حبيبتي. تزوجتي درتي عرسك؟ درت وليدات الحمد لله. حاليا عندي عبد الله وصغير عنده 4 سنين. يلاه تختن وكنقولوا لها مبروك مبروك عليك دخول ولدك الاسلام كما كنقولوا، تفرحي به وتزوجي ان شاء الله. تبارك الله وفيك ختمتو هذا الصباح والحمد لله دازت الامور بخير وعلى خير. ولك غير المحسنين. ختمتو لي واحد السيده الله يجازيها بخير. يا ربي امين. الله يجازيها بخير. يا ربي امين. وعندك بنيته زوجتيها؟ البنيه تبارك الله تزوجت مشات لدارها في شعبان. تبارك الله. وهذاك من تماك مرضتي ما قدرتيش توقفي لبنتك وما قدرتيش كانت كتعاونك في الدار. كانت البنيه معاوناني وما حاستش بشي حاجه في سميتها الشقه، ما كتقول ماما سير تقعدي. انا مثلا كندير علاش كديت كنجر من هكا وندير علاش كديت ما كنقول ما نبركش راه كون كنت كنبرك غادي نزحف راه كنحاول كنجر هادي ونجر مزيان مزيان ونعكز على كون بركت كون درت راسي في السمنه وبركت والله تنزحف. اختي 180 كيلو اختي راه 180 كيلو ما علاش يهز بنادم معاه؟ بنادم اللي هز عليها 5 كيلو كيولي طحر. شوفي غير جاني رانا تحطيه انت راه عزاد اللحم كامل طول حياتك. 4 كيلو ولا 5 كيلو كيجيك مية وثمانين كيلو. انت اخر مرة تعبرت؟ وماشي بزاف اختي عارف شعبان عارف شعبان اختي كنت كندير لاصال وداكشي واثر لي على المرود كنت نمشي نتريني وندير مع الناس الرياضة وهذا نقصتي شوية ملي كنتي كديري لاصال كنتي كتنقصي شوية؟ كنقص ولكن اختي كنرجع اللي خاصو كيرجع ليا بالدوبل كنقص وكنرجع
امتى تقريبا؟ شحال دابا من عام اللي كتعقلي على راسك اللي وليتي هكا في هذه الحاله هذه في طنجة؟ انا اصلا غليظه من صغري، وغدا كنزيد وغدا كنزيد، ومره كنقص ومره كنزيد، ولكن من ورا 4 سنين دابا فاش ولات الدري الاخر بالفتيح وبركت، فتحت عليه درت عليه سيزاريين، وفتحت اختي وبركت صافي تما بديت كنتوعر، وحلت في راسي في الدوش وتلقايني نحك ونغسل باش يعني الا خليت راسي ها يومين 3 ايام غادي تولي كتضرب يحماض، وخاصة الانسان غليظ البشر كله كيحماض، ولكن خاصة انسان غليظ الحمام دير ليا من هك والحمام 8 ايام من هك، لا خشيتي ديك وسط من مرة تربي انا يومين 3 ايام خاصني ندوش، ولا تقريبا الخطرة تكون نهار لا كان الحال سخون خصك ترشي وخصك الريحة ما ندوش كنولي نهج. لا لا محمد رسول الله، والله اختي ما كندوش ولا ما نكمل الدوش، راك عارفه الانسان اش كيبغي يدير، وعارفه الانسان كيبغي الانسان يطرف راسو يطرف راسو، وكل البصل ما كنوصلهاش كنديرها شبكه، مشيت للحمام فطاقتي كساله ما فطاقتيش كساله، حتى الكساله ما كاينه اللي ما تبغيش تجي تحك لك، والله ما كيبغيو يحكوا ليا قسما بالله عارفه ما كيبغوش يحكوا ليا ما فطاقتيش، وكنقول لا راه حشومه تنقه ما نوصلش لهم. كاين الكساله تشوف كتقول غادي نخسر جعيالات اختي ويلا نكد عليها وما فطاقتيش، وراجلي كيصبر معايا وكيقول لي سيري شديها سيري، وحد يشدي الكساله ما كنرضاش نبقى خانزه، وما نرضاش صعب حتى الانسان غليظ راسها. لا حاشا غزاله وريحتك فنه، انا كنشم على مزويناتك على مزويناتك رويحتك. قولي لي كي داير علاقتك مع راجلك؟ من ناحيه اش يعني ماشي ما كيحقراكش ما كيهيناكش، كيقول لك الطريقه باش كيقول لك خاصك تنقصي، كيقول لي خاصك تنقصي مؤخرا بحال حسيت بك يبعد، ما بقاش الزوج ديالي كيف كان ياك كيبعد بزاف ما عرفتش علاش، ماشي نقولوا ما عرفناش علاش، عرفنا علاش عرفنا علاش، ولكن ما بغيتش نجرحو صافي نقول شي كلمه اللي غادي تجرحو. لا ما نجرحوش ما نجرحوش. 10 ديال شحال من عام فاطمه؟ وبنتي تبارك الله دابا راه عندها 21 عام، راه قولي من 99 تبارك الله 10 ديال 23 سنه 23 ما نجرحو، ما خصوش حتى هو يجرحك، حيت ملي كتجينا الاهانه من الناس اللي قراب لينا وسورتو المراه، ملي كتجي الاهانه من الراجل كتكون شويه صعيبه. اختي ملي كتجي الاهانه من الراجل كتكون شويه صعيبه، كتكوني خارجه وتتشوفي شي بنيته عندها اش كتقولي، راه ربما راجلي تيشوف فيها هادشي، راه حاجه كلنا كتوقع علينا من طبيعه الحال، بنادم كله راه لحم ودم، بنادم كله راه احساس، كتجينا الغيره الغيره اي حاجه غادي تجيك، والحمد لله كنحاول نتغلب عليها ولكن خصو يصبر معاك، خصو يكون ولد الناس ويصبر معاك، حيت هذا مرض عطاه لك الله سبحانه وتعالى. اي اختي ما نكذبش عليك هذا مرض، انا معترفه به مرض، فاش كنت صغيره كنت نقول لهم انا غليظه، ولكن فاش كبرت وبديت كنتالم وداك الشيء عرفت اختي راه مرض، ما كنتش انا في صغري عارفه راه مرض، دابا عرفت راه مرض. نوجه لي واحد النداء لهذا الزوج انه يوقف معاك ويكون ولد الناس كما كان دائما ولد الناس، وراك موت وليداتو ودابا ربي يفرجها ان شاء الله وترجع لينا طيمانكاه ان شاء الله، نديروا ليها حنايا داك الشيء اللي كيديروا الشافط وداك الشيء باش تولي بحالك بحال كيم كارديشيان ياك. كتعرفي كيم كارديشيان؟ لا ما عرفتش كيم كارديشيان، ما عرفتش واش، ونطلب الله صحيحتي يا اختي واحد الفنه ان شاء الله غادي تكون صحيحه. حويجاتك فين تتلقايهم فاطمه الزهراء؟ والله لا يوريك وحده ناقصه من طول هزها الغلب، ولا فصلت حاجه تجيك غاليه فصلت طلع لك وحده طلع لك قيم 3 صندالتي ما تلاش كتجي كدير رجليك كيتنفخوا وكيتفلحوا الرجلين ديالك كيتفلحوا. شحال وليتي كتلبسيها فاطمه الزهراء؟ والله اختي 42 وبزز رجليا تيتفلحوا. 42 انا كنلبسها وتشق تيتشق وشتي من الغد تيتشقوا لي الرجلي. غنوجه واحد النداء ياك، نوجه نداء للمحسنين، وغنوجه نداء لشي دكتور اللي كيخاف الله سبحانه وتعالى وكيبغي يشري جنتو انه يوقف لنا مع فاطمه الزهراء ويتبع معها واحد الحميه غذائيه ونديروا ليها شي عمليه، حنا ما عارفينش هادشي كيفاش كيكون، والله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر المحسنين. لما تبغي توجهي نداءك اليوم فاطمه الزهراء؟ اختي اولا بعد الله سبحانه وتعالى كنوجه النداء ديال المحسنين عاونوني باش ندير شي عمليه، وكنوجه النداء ديال الدكاتره ما شاء الله عليه هذاك السيد الله يجازيه على كل خير كيدير، في استطاعته ما استطاعتوش راه امري لله، ما انا ما كنفرضش على شي واحد حتى واحد ما كنفرضش علاش، حنا تنطلبوا حنا تنوجهوا نداء والله سبحانه وتعالى شوفي شكون غيسخر لينا هذاك الشيء اللي كاين اختي، انا غير طلب مني وكنوجه لهاد السيد ولاد المحسنين وهاد الناس راه تيشوفوا ما استطعت انا ما خاصني الحمد لله غير صحيحتي هي اللي خاصاني، ما بغيت ندير الطيور ما بغيت بغيتها باش نكبر دوك الدراري باش نقدر نوض ونتحرك عليهم الوليد الصغير. الوليد عنده 4 سنين وواحد 11 عام البنيه اللي كانت تشقى عليهم اختي تزوجت ومشات الله يسهل عليها الله يعطيك الصحه تكوني معاهم وتقريهم ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله
ايوا العمليه اختي ما لقيتش نوصلها، واش ديال السمنه ما لقيتش نوصلو وما استطعتيش. الحمد لله انا ما واكله شاربه، اللهم لك الحمد ومستوره مكسيكه مصبطه، ولكن على قد الحال، على قد الحال، انا ماشي على قد حالنا، داكشي كافينا الحمد لله، ما عندناش وما خصناش. خصنا غير صحيحه ان شاء الله. خصنا صحيح، احنا الحمد لله ونشكره. الحمد لله. ولكن ما نوصلش العمليه، ما لقيتش نوصل ثمانها والطوا وداكشي، واعر عليا. واعر عليا، انا عربت بيت، وراجلي كيدابز مع الخبز. كيوجهوا لك تحيه وكيدعيو معاك، وحطينا رقم ديال الهاتف، غيتصلوا بك الناس، غيتصلوا بك ولاد الناس وبنات الناس، الله يجازيهم، وغيتصلوا بك اللي عندهم امراض نفسيه، اللي ما عنده ما يدار، كاين اللي كيعمر غير التليفون كيبقى يتفلى يتفلى على الناس، وهذوك تنوجهوا لهم واحد النداء، عافاكم اللي في الناس راه فيهم يكفيهم، ما تحاولوش تشغلوا الارقام ديال الهواتف اللي كنحطوا بالخوا الخاوي، باش لا عيط شي واحد يبغي يعاون كيلقى الرقم مشغول. هاد الناس كاع ما تسوقي لهم، اللي بالك كيتفلى بلوكي ديك الساعه، واللي تعجب راه كيتبلى. هادشي اللي غادي نقولوا مشاهدي قناه شوف تي في، غنختم معكم هذا المباشر على امل اننا نلقاكم في مباشر اخر باذن الله.